أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حصتكم الأسبوع على الدرج الجديد من الأسبوع. اليوم أحبائي حبينا نخصوه لقضية أو موضوع واحد، وهو قضية العمل الخيري. تكلمنا عليه عدة مرات في هذه الحصة، مشينا معهم في المراحل، يعني المرحلة الأولى ومع المرحلة الثانية اللي لحقت وكانوا يجمعوا دراهم. اليوم البشرى في هذه الأيام المباركة، يوم الأيام الأولى تاع رمضان، خلاص هذا المشروع والحمد لله العائلة كانت المضرورة دخلت للبيت الجديد وكانت فيه فرحة في القرية، وتحس أنها كان فيه حتى كان الناس بكوا من الفرحة، لأن بعد العمل المجهود الكبير والعمل الطويل وجمعوا دراهم لحقوا إلى الهدف، وهو إسكان هذه العائلة المنكوبة اللي كانت عايشة في دار ربما لا تصلح للعيش، لكن شفناهم الآن العمل هذا وصل إلى نهايته. وحبينا في هذه الحصة يعني أولا نشكر هؤلاء الناس اللي اجتهدوا من عندهم يعني في سبيل الله باش لحقوا إلى هذا الهدف العظيم، يعني حقيقة لأن عمل مثل هذا يحتاجه بزاف الجزائريين وفي جميع المناطق، ماشي في منطقة واحدة ماشي في منطقة زوج، ولكن معظم المناطق يحتاجوا مثل هذا العمل الخيري، خاصة فيه نقص ربما من الأطراف الأخرى ومن المسؤولين أو الرسميين. هذا اللي خلى الناس يتكلوا على راحتهم ويبدأوا في مثل هذه الأعمال الخيرية. وكما قلنا نروحوا إلى المكان إلى هذه القرية، ومن هناك الناس اللي اجتهدوا منذ البداية حتى نهاية هذا المشروع. ومعنا يحيى سمش من هناك. سي يحيى مرحبا بك، السلام عليكم. التعليم مساء الخير لقناة المغاربية، مساء الخير للشعب الجزائري الأحرار وين كانوا داخل البلاد وخارج البلاد، وشكرا على هذه الاستضافة، شكرا على المتابعة تاعكم لهذا المشروع حتى للنهاية، يعطيكم الصحة خير. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. انتم اروح اولا ذكر يعني باش اللي يشاهدونا، رانا في قريه تيغميط في الاقصر بالبويره، هذا رانا الان في القريه هذه، والناس هذو العائله يعني اولا على جنب يحيى سماش كاين اب البيت يعني اللي مستفد من هذا المشروع، وهو عينوش البشير صاحب المنزل الجديد الحمد لله. ربما يحيى تفوتونا برك نقول له كل شيء مبروك. ان شاء الله لاباس علينا، ان شاء الله بخير وكيعطيك الصحه بارك الله فيك. اي لا ان شاء الله مليح. عجبك الدار؟ ما يعني قد الوقت. الله يبارك. واش تقول للناس اللي عاونوك، الناس الجمعيات هذوك اللي جاوا وبنوا لك الدار هذه؟ ما شاء الله يعطيهم الصحه، يرحم والديهم الكل يعطيهم الصحه، وخاصه ربما خاصة سي البشير ربما الدار هذه جات في الوقت يعني في رمضان الحمد لله. ايه في رمضان ان شاء الله، مازال رمضان مازال قدام، مازال رمضان مازال ان شاء الله يكون الخير. ان شاء الله ان شاء الله سي البشير، يعطيك الصحة من البشير بارك الله فيك. كل شيء مبروك على لا على لا. بيان سور هذا ربما هذا هو الراس الجماعي صح التعبير تاع الخيرين هذو. صحيح صحيح. أمير الحسين مرحبا بك. هو قائد الجوق تاع هذا المشروع. ما شاء الله ما شاء الله. انا امير قلت لعلي دونك من بعد المجهود الطويل يعني كانت فيه تضامن كبير لحقتوا الى الهدف الحمد لله، والمشروع تكمل والدار سكنوها دخلوها مولاها والحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب ونشكره على هذه النعمة، هذه نعمة من عند الله. درنا محاولة وربي وفقنا الحمد لله. وكيفاش نعود فيما يخص التضامن تاع الناس أهل القرية، وكيفاش يعني شفنا من بعد نفوتوا الفيديو، كنت ثانية كنت بزاف يعني حتى بكيت شوية كي شفت الناس هذو داخلين الدار هذه، كيفاش يعني الإحساس تاعك؟ إحساس والله لا احساس كبير، ما غير تبكيت يتحولك الدموع بلا ولا ما نش عارف واش تكون يتحولك الدموع. لان هذا السيد ظوالي 100%. وي والله رضا والديك 100% والحمد لله الناس خذوا هذا المشروع بعين الاعتبار وداروا مجهود كبير.
هذا عاون بيدو، هذا عاون برزقو، هذا كل واحد عاون باه يقدر يكثر خيرهم، ربي يجزيهم بالخير، ربي يبارك اللي يقلب لهم هذا الجميل هذا ان شاء الله يا رب العالمين. وانتم هذا المشروع هذا خلاص خلصتوه يعني الحمد لله ما بديت رمضان يعني طاحت سوسوه؟ ايه وعدناكم قلنا رمضان وفقنا ربي الحمد لله. صحيح. درنا مجهود كبير ولحقنا وين حبينا ان شاء الله يا ربي العالمين. دخلنا البارح دخل اسكندار جديده ان شاء الله، درنا حفله صغيره هكذا انفيتيت ريسبسيو هكذاك والحمد لله. شكون قدامك يا عم الحسن؟ كاين وليدو، كاين وليدو، هذا هو وليدو الكبير هذا اللي عندي. الله يبارك، خلينا نهضروا معاه شويه. معليش السلام عليكم، كلشي مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك خويا، واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. كيفاش واش من الإحساس يعني كي تشوف هذا الحمد لله باباك والعجوز الحمد لله هذا التضامن تاع الناس وجمعوا الدراهم اللي لازم باش سكنوهم وقت سكنوهم في رمضان يعني الحمد لله. الحمد لله يا ربي، نشكر الناس هذو اللي عاونونا، ربي يوفقهم ان شاء الله يعطوهم ما يتمنوا ان شاء الله. والاحساس هذا والله تقول نهار هذا اليوم اللي زدنا فيه سبحان الله العظيم وبحمده. انت كيفاش يعني معليش ربما نخرجوا شويه على الموضوع، ما انت ما حوشتوش باش يعاونوكم السلطات ربما ولا ميري ولا الدايره فيما يخص هذه القضيه يعني؟ والله اخي حوشنا مي بصحه ولكن الله غالب، الله غالب. الله غالب صح. دونك الحمد لله الفرحه تكملت وانت يعني تحس ان هذه ربما تجربه ويمكن يديروها في مناطق اخرى مع عائله اخرى ربما ان شاء الله. ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. هذا ما نقول يا اخي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. حمدك بارك. عمي الحسين يحيى، كما قلت له يعني ربما هذه التجربه الاولى، وكما حتى الشيخ العامي الحسين قال لك ربما هذه سيوها ومشات، ربما يمكن ديروها مثل هذه المشاريع للناس واحد اخرين المحتاجين واحد اخرين. خويا سليم فقط ولا التذكير، نقدروا نقولوا للتصحيح او للتذكير، هذه مش تقريبا تاعنا الاولى، ديجا سبق لنا وقمنا بالمشاريع كيما هذه. لكن هذا الغزات اللي راك تشوف فيه هنا مشروع خاص جدا، لانه الدار هذه اللي كان ساكن فيها دار تاع الثوره قديمه بزاف، وزيدوا الشيء المؤسف اللي غاضنا بزاف الحال ابن شهيد. هنا كاين الفرق بين المشاريع اللي سابقه اللي درناها اللي خدمناهم، كاين اللي ما قدرش يكمل البنيان ورافقناه حتى كمل، كاين اللي في البدايه ما قدرش عاودناه بهذا الدار هذه بالخصوص استثنائي ابن شهيد ساكن في دار تاع تراب. لو كان ماشي ربي سبحانه اللي لطف وما حبش ما حبش الخساره، لو كان رعدت صحت الشتاء بالقوه الله يصدقني الدار هذه ما تزيدش فوق ساعتين تاع الشتاء. وكيفاش تكلمت على الجمعيات الخيريه ربما كاين في الجمعيه؟ انتم ربما ما راكوش مورغانيزيين في جمعيه خاصه ولا ربما ما عندكمش الاطار القانوني صح التعبير باش نشطوا؟ شي اسبوع اخويا سليم، ليس هذا المشروع فقط، حتى نعاود نذكر المشاهدين هذا المشروع سبيسيال، سي بروجي سبيسيال. انا نتاسف من السلطات غياب تام هذا المشروع ولا المشاريع السابقه. نحكيو على هذا المشروع ما دام فيه نحسوا بزاف الغياب تاع طلوب ما حتى الوقفه ما كانش، حتى كلمه تشجيع ما كانش، حتى كلمه حتى نحس. وخاصه نتاسفوا ايضا على الجمعيات اللي راه يدعوا بانهم جمعيات خيريه
هي او تخدم المنطقه هذه، ولكن في الواقع في الحقيقه تخدم الى الاشخاص لا اسيادهم للاسف. كلمه اخيره على يحيى، ربما الحاجه اذا كان يمكن تكون كلمه ماذا بينا تدعي لنا يا خويا وتدعي لنا للمحسنين اللي عاوزين. الحاجه تدعي لكم دعاوي الخير، تشوفوا الدار الداخل باش يشوفها المشاهد الكريم. سيد ممتاز، اذا كان يمكن تورينا تورينا على الاقل القطع. عندنا واحد ريبورتاج على البيت وعلى الحفله اللي درتوها، بصح معليش هذا ما يضرش اذا كان فيه امكانيه تورينا الان من الدار من البعيد من برا. باش حتى المحسن خويا سليم، حتى المحسنين كيشوفوا المال نتاعهم وين راح بكل شفافيه بكل اريحيه، باش يعرفوا الدار تاعهم وين المال نتاعهم وين راح. ما راحش هكذاك فقط، هاي هذه الصالون مازال ما عندوش القش. نحن نتاعنا المحسنين، ولما لا يزيدوا له حد الحوايج تاع الصالون. نخليو الكوزينه نخليوها الاخرى، العجوزه نشوفوا المحسنين صدقونا بالمواعن تاع الكوزينه. هاوليك الله يبارك، صدقونا بالمواعن تاع الكوزينه، باسكو ما عندوش راه تحت كي نقولوا ما عندوش، يعني ما عندوش تحت ما عندوش المطبخ الكوزينه. انا نروح للكوزينه وين راهي تطبخ الشربه تاع هو سليم. حبيت نقول لك برك العائله هذه باش يكون المشاهد الكريم تاعنا بان اول يوم في حياتهم في شهر رمضان يصوموه في دار محترم، في دار كيما هذه كامل حياتهم 83 سنه مول الدار في عمره ما صامش في دار كيما هذه. واليوم العرس كبير يا خويا سليم لانهم صاموا اول يوم تاع رمضان، صاموا في دار جديده كيما هذه الله يبارك. ما نعرف واش راح نقول خويا سليم، نشكروا المحسنين كيما شكرنا لهم قليل، كيما قلنا عليهم قليل باش وصلنا لهذا الانجاز العظيم. هذو هما الانجازات اللي لازم ندشنوهم، هذو هما الانجازات اللي لازم نوقفوا معاهم خويا سليم باش نقولوا انجاز عظيم. هذا هو كي نخرج عائله من الانقاذ وتخرجها للدار كيما هذه، وشوفوا الاحساس تاعنا. انا شعري راهي وقف، شعري راهي يتحرك. بصح العشيه كاين شربه خويا يحيى، معليش شعرك وقف، بصح كاين شربه العشيه ان شاء الله تاكلها بيان. كاين الشربه العشيه والعجوزه تدعي لنا. الله يبارك، هاي الحاجه، هاي البركه، هاي البركه. هجه يا البركه. ادعي. هاي. الله يبارك. امين. الله يبارك. الله يبارك، يعطيكم الصحة الحاجة تنمير تم قرات التما ايما يحيى. بارك الله فيك اخوي العزيز، يعطيك الصحة. بارك الله فيكم على المجهود، ان شاء الله ربي يجازيكم اللي اجتهد اللي يشارك من بعد ومن القريب. وصحة فطوركم. صحة فطوركم. على كل حال اعزائي المشاهدين، كما قلنا هذا المشروع نخلصوه في الايام الاولى تاع رمضان، وعندنا ريبورتاج على هذا الاحتفال الصغير اللي داروا الناس، جاوا اصحاب القريه وشاركوا اهل البيت الجديد الفرحه. خلينا نشوف هذا الريبورتاج حول الدخول اليوم الاول لهذا البيت ثم نعود اليكم. تنمية الون، تنمية الون، عليكم.
فرحان قران، الفرحان قران اسكي هذيك الساعه تنير 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 خيري وغاش يستغرق من كورة غريغة اي نزرق في الدوني ثيو يو بس ما انا نقد خفير اينا سنسيع ربي الهوى يخدم من الخير وما الدوني ثيو الثاني صلاة النبي الطهر نتسانغي دبابا نشفعا طاق سيطن الموت سيغط وعار وشحال دي فردان تساع يقبغو يغزف العمر لابد الدور الساعة تسد الموت سدال تلهاز يغلى السعدال الفقير وكد الغاني تسد الموت سجين المؤمنين تهجين يبيت الله هردة تليم سجان هما غادة تليم تسد الموت سلحق لنا سسمي قلحا بسمي قلحا يبيت الله قلحا شو انديني عيكا ذي خمان دكي اثني عين ربي ان شاء الله اسمك ربي الحمد لله من سعيون لكن فيش دامي محل أو كذا مصير في العباد الخير أغرق لك في الاتحاد قوة وفي التفارق ضعفا والتشتت يوانو فرص الله من زمارة نوية بيسير أفرص ياوي أعطيكم الصحة وصلاة والكربي أشم غاول ينون أين تبغى ميقضاء إن شاء الله أشار سيقول لي روح إلا الخير الذي قام حقيقة فرحنا لهم والحمد لله وإن شاء الله تكون هذه المبادرات كما قال يحيى تنتشر في جميع المناطق لأن خاصة في الظروف صعبة ربما الجزائريين يحتاجون إلى التضامن الشعبي رغم ربما السلطات فيه نقص من هذا الجانب ولكن لازم يكون فيه تضامن شعبي اللي شفناه في السنوات الماضية لازم يولي بقوة ونشوف مثل هذه المبادرات وحنا إن شاء الله رانا معهم إذا كان فيه مبادرات مثل هذه إن شاء الله المغاربية تكون تساندهم على الأقل بهذا مثل هذه الروبورتاجات. إذا أعزائي المشاهدين مرة أخرى نشكروا المحسنين نشكركم أنتم اللي حضرتم معنا اليوم صحاف طوركم بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله.